زين الشيري عرفت؟ ايوه فهي خلاص ضيع عثمان ضيع فلافل يقول يقول لي زين يا شيري قام يشوفني ورقل راحت اسمع طيب يا شيري طيب انزين طيب اللي طلعت من مثل بقول لك مثال اللي طلع دائما مثلا دائما خلاص اكت الدائما سبعه الدائما لا اكت الدائما هي اقوى شيء حلو وباقي لك لا وبعدها باقي لك لا لحظه وبعدها سبعه الدائما يعني مركز لا وبعدها سبعه الدائما ومن بعده يجي الترتيب اللي هو الشيبه والبنت لا لا الشيبه والولد والبنت والعشره والثمانيه لا لا عشره ثمانيه هذا كله تحتك هذا لا وراك عقوبه بس ما تلعب ما يلعب فيها تعال شوف المريخي تعال شوف يشرح لنا لك تحت السالفه تعرف المشكله وين ضيع البلوت تعرف المشكله وين مرحبا قرب بس بسلم عليه انتوا تسلموا على الرجال وانتوا جالسين خلني يسلم سلام يعني ما كان في احد واقف قدامكم سولفون ومروقين ها شخباركم شباب سلم شلون صحتكم طيبين اجلس يا عثمان لو سمحتوا كلكم وقفوا خلاص ها يلا انتوا كلكم واقفين قلتوا لي انا اجلس ها شو اللي صاير؟ بس الله يعافيك. شو اللي صاير يا شباب؟ ما يصير السواليف ذي. ليش توسخ القرية؟ من اللي حط الأغراض برا؟ الفروة هذه والجاكيت وأغراض برا والغرفة مو مرتبة وأسرتكم مو مرتبة والدنيا مو مرتبة والشناط ملوحة. من بيجي ينظف بعدك؟ ما في احد صح ما في احد يعني احنا جالسين نشوف اشياء يعني ما ادري ايش اقول اتمنى كل واحد يقوم من سريره ينظفه يا شباب يعدل شنطته يسوي اموره ثاني شيء لا حد يتعدى على احد يا اخي لا حد يتعدى على احد السرير ياخذ له سريرين خلاص انت لك سرير واحد ليش تاخذ سرير خويك تخليه ينام في المشب خويه اضافه هم بعد مو بصح صح ولا لا يا شباب صح هم بعد صح اخوي حمر يا العماني عيونه تعال ابو عماد ابشر